مباشرة غادي نمشيو عند عائشة، هي معنا على الخط. أهلا وسهلا بك عائشة. أهلا وسهلا عفاف، صباح الخير وربي يحفظك يسير. يا رب أمين جميعا إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله لكل الناس. شكرا لك عائشة. اليوم إن شاء الله شنو أول اقتراح غادي نبداو به؟ أنا إن شاء الله إلى انتهت إلى عندنا شي كريم مرطب. أييه. انتهت لمدة الصلاحية ديالو كنستعملو اللمعان ديال الخشب، إما سدادر أو أي عود أو بلاكارات، ولا كيعطي واحد اللمعان عجيب. تبارك الله عليكم. ممكن تستعملوه حتى الجلد، حتى الجلد كذلك شي حاجه مصنوعه من الكوير او لا، ممكن كذلك تستعملوا لها هذا الكريم المرطب. بالفعل. شنو هو ثاني اقتراح؟ اذا بغينا نعرفوا الخماره واش باقا صالحه او لا سالت، اما كنديروا كنديروها في شويه الخل او الماء ولا كشكشات راه باقا صالحه. الا غير حنا وطاحت بحال الطحين راه انت المواد الصلاحيه ديالها انتهت. نعم بقات صالحه للاستعمال. ولا بغينا نحتفظوا بالفواكه ديالنا نديروا في شي سوبيار ولا شي حاجه، كنديروا مع اما طرف ديال السكر ولا اما طرف الفرشي، باش كيمتص ديك الرطوبه ما تيخليش تيبقى عاطي واحد لما كيبقى شاده في الطروه ديالها. اييه واخا نيه. وعندنا لالا الى دابا تبارك الله الشتوى دخلت كناخذوا الاحذيه ديال الصيف كنديروا في شي اكياس ديال الثوب. انا شخصيا كنصيب دوك الكيوسه عندي في الدار، كناخذ دوك لي صوندال وداك الشيء كنخشيهم في دوك الكيوسه كنديروا معهم كموسه ديال القرنفال او لا ولا اللي بغينا، اما الورد ولا الخزامه ولا هذا، وكنشدو بواحد السفينه من الفوق كنخليهم حتى يجي الصيف ثاني كنشدوهم كيبقاو عاطين واحد الريحه زويونه. واخا. ولا عندنا حتى شي مخدات قدام في الدار هكا كنخشي فيهم دوك السنيدلات زعما نضيعو دوك المخدات تاعهم كيستعملو زعما في هذا الشيء. ايه عندنا الا بغينا ندقو المسمار في الحيط راه كنشدو دوك المشيطات في الطوال ديال الشهر كنخشيو المسمار ما بين دوك جوج عويل دوك جوج سنينات ديال الشتاء. ايه وكندقو باش كيجي مقاد معاه ما كندقوش في يدينا. تبارك الله اللي كنتحكموا في المسمار وكنقولوا يعني يدينا في الامان. ايه وعندنا لالا الا بغينا الا بغات كي كطلع لينا كخصنا غير بلوط واخا باش علاش يبقى باش تجي منفوخه وتجي زوينه كيبقى حتى يولي ملي كتغرب له المراه بالشي حمراء كيولي بحال النشا كيولي رطيب وخفيف. وعندنا الاواني ديال الالومنيوم دوك اللي كيكونوا محروقين لينا ما كتحرق لنا الطاج الطاوه وداك الشيء فوق البوطه كنقبطوا على الخماره كنديروا بعدا الماء يطيب فوق من البوطه في ديك الطنجره اللي تحرقات وكنديروا واحد شويه شبه مطحونه وشويه الخل. واخا احنا كيتبخ هذاك الماء هذا كنخوه كندوزو عليه بونجه بحال شدينا حكينا بالجيك كتولي كتلمع. نعم هذيك الشبه كتساعد في دوك اللمعان ديال الاواني الفضيه من الداخل. مازال عندك شي اقتراح اخر؟ نعم لا اللي بغيتي نزيد لك. واخا مازال عائشه ما سخيناش بك. ربي يخليك الله يبارك فيك. الو كنسمعوك عائشه. هي عندنا لالا الا بغينا ان شاء الله بحال دابا نحتفظوا بدوك نديروا شي ديكور بحال هكا في الطابله. عندنا تنديروا بحال دابا الاواني الاواني ديالنا ديال الطبيصلات، الا عندنا طبيصلات بيضين كناخذوا دوك الشمعدان ديالنا هكا كندير فيهم هادو شميعات فيهم شميعه حمراء وشميعات هكا في البيض. بغينا زعما نديروا شي في العشاء. وعندنا دوك راه دابا تبارك الله كيتباعوا دوك فنتات ديال الفولارات. كيكون فيهم مريضه في الراس. اييه هادوك تنشدو دوك الشميعات كلهم كنعمروهم دوك الفنيتات فلوريدات في الحمر او لا في البيض. كيعطي واحد ديكور في البيت في دابا الصالون ولا شي حاجه كيعطي واحد ديكور ماشي شمعة قرعة بحال هكا كيجي بحال خرج من دوك الوريدات دوك الفنيتات. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. كيعطوني حتى ديكور زوين وكيجي حتى شي بحال هكا زوين. وعندنا دابا الا شاط لينا شي قفطان هكا فيه شي وريده زوينه كتعجبنا كنقطعوا ديك الوريده وكنسقاها في شي مخده بحال هكا عزيزه علينا في الفوتيات ولا هكا هي كتعطي واحد الديكور وكتعطي واحد المنظر. تبارك الله عليك عائشه. وعلاش لحتي الا كانت عندنا شي خياطه ولا شي طرزه في القفطان وعجبتني بزاف وذاك القفطان قدامه ما بقيناش كنلبسو فعلى الاقل ناخذوا كيف ما قلتي دوك الطريزات او لا الطريزات كتلصقيهم بحال هكا. بالفعل. تبارك الله عليك عائشه وشكرا لك على كل هذه الافكار والاقتراحات. العفو. شكرا لك عائشه من مدينه الدار البيضاء. انت متوجه الشهر وموعدنا معك ان شاء الله غادي كل اسبوع المقبل يوم الاثنين ان شاء الله باش تفيدينا بمزيد من الافكار ومن الاقتراحات. وحيت حنا تواصلنا مع متوجه الشهر اللي هي عائشه من مدينه الدار البيضاء، اليوم غادي نسمعوا صوتها مباشره وتفيدنا ان شاء الله بافكارها وباقتراحاتها وهي معنا على الخط. اهلا وسهلا بك عائشه. اهلا عفاف. اهلا وسهلا باذن الله تعالى. يا رب الجميع ان شاء الله عائشه. وشكرا لك على الافكار والاقتراحات اللي دائما كتفيدينا بها. قل لي عائشه اليوم ان شاء الله شنو غيكون اول اقتراح؟ ان شاء الله غادي نعاود لك عندنا دابا نعاود لكم شي واحد شي اقتراحات.
عندنا دابا الالومنيوم الا بغينا نشريو الالومنيوم بحال بريق ولا برات ولا اييه السيده ما كتعرف كاين دابا الالومنيوم ولا اكثريته مغشوش دابا كاين اللي كيبيعوا مزيان كاين اللي كيبيعوا غير هكا كيكون ديال القصدير كتاخذوا المره كتسحبوا الالومنيوم كديو بحال دابا اللي عندها صاك راه كيكون داك الصاك فيه داك العيار اييه كتشد داك الانيه داك الانيه ديال الالومنيوم كتلصقها مع العيار الا لصق فيها داك العيار ديال الصاك راه الالومنيوم فري وكتقدر تستافد منه وما تخافش منه واخا الا ما قبطوش يعني ما شدش داك العيار ماشي الالومنيوم صافي ماشي صحي واخا تبارك الله عليك عائشه شنو هو ثاني اقتراح عندنا لا دابا المزهريه اللي كنديروا فيها الورد اييه الفاز الفاز الاحسن نديروا فيها الماء طيب نخليه يطيبوا نخليه حتى يبرد عاد نديروا ديك المزهريه عاد نديروا فيه الورد حيت داك الماء الا طيبناه وبرد وعاد درنا فيه درنا في المزهريه تيبقى كيدي مده طويله الورد ما كيخسرش دغيا اييه اذا ماشي ما نديروش الماء ديال الروبيني بوحد يعني هكذاك وانما حتى كنطيبوه عاد كنخليوه يبرد عاد كنديروا في داك الفاز وكنديروا فيه الورد كيف ما قلتي باش كنحافظوا شويه على داك العمر ديال الورد كيبقى صابر وقاد كيبقى مده طويله واخا عائشه انا لا دابا العيال بزاف كيبغوا دوك الشكلاط دوك الصيفات بحال الصيفات الصغار ديال الشكلاط ما كيلقاوهمش حداهم ولا ما مفرينش بزاف القرى وداك الشيء اييه دابا كنشدوا داك الشكلاط ديالنا كندوبوه في حمام مريم كحل كحلو ولا ابيض اللي بغاو هما كاين جي بغيو يزينو به ما كيلقاوش تما اييه كنقبضوا واحد البابي سيفريزي كنفرشوه في الطاوة كنديروا واحد الكورني تا هو ديال البابي سيفريزينيت كنبدا نحطوا عليه كل شكل حمصات بحال هكا ديال الشكلاط اييه مفهومه الطريقه مفهومه الطريقه اييه صافي حنا كنحطوا حتى كنكملوا داك المقدار اللي عندنا كنخليوه كيبس كنقلعوه من داك البابي اللي البابي سيفريزي تيولي عندنا دوك الصيفات ديال الصيفات ديال الشكلاط اييه كنستعملوا في اي حاجه بغينا واخا تبارك الله عليك عائشه مشيو لرابع اقتراح الله عندنا ثاني اللي بغا يصيف داك الشوكولا الطاغتيني اييه في لي دو كولور في البيض وفي الكحل اييه الشكلاط باش كندهنوا الخبز اييه ان شاء الله كنديروا لنا اربعه ديال الكيسان ديال الحليب غبره اييه وعندنا 8 كيسان ديال السكر كرافي وربعة كيسان تاع الماء واحد معلقة الزبدة عادي غير في الأول صافي كنخلطو هادشي كله في خلاط الكهربائي بلا زبدة زبدة كنخليوها حتى الآخر حنا خلطنا كلشي في خلاط كهربائي كندوزو نحطو فوق النار كنحركو حتى كيبان لينا الحليب عقد صافي كنهزوه كنحيدوه كنشدو على عندنا 100 غرام ديال الشكلاط بيض و 100 غرام ديال الشكلاط اسود كنفقو داك الخليط على جوج واحد كندوزو كندوزو الشكلاط بجوج من حمام مريم وكنديرو على كنقسمو على كنحطو واحد نص الخليط فيه شكلاط كحل ونص الخليط الاخر فيه شكلاط بيض واخا بعد ما درنا واحد فيه الزبده ملي كنحيدو هذاك الاناء من فوق النار غير بجوج معلقه صغيره صافي حنا شدينا دوك جوج الا عندنا جوج برقان عندهم داك العنبوب كنشدهم انا في دقه وحده كنشد واحد الاناء ديال الدجاج بحال القرعه وكنخويه في دقه وحده في ذاك الاناء. واخا تبارك الله عليك عائشه غتخليك مع الحال الا سمحتي نعاودوا نذكروا بالمقادير وبالطريقه ولكن بسرعه على سمحتي عائشه. ايه ان شاء الله عندنا اربعه الكيسان ديال الحليب غبره 8 الكيسان ديال السكر كلاصي اربعه الكيسان تاع الماء واحد معلقه الزبده. واخا معلقه صغيره ولا كبيره؟ معلقه غير صغيره. معلقه صغيره ديال الزبده. صافي حنا كنخلطوا كلشي في خلاط كهربائي من غير الزبده. اييه. صافي حنا كنديروا في الكاسروله كنبقاو نحركوا حتى يعقد لينا كنهزوا داك عاد حتى يعقد كنحيدوا كنديروا فيه ديك المعلقه الزبده كنحركوا كنقسموا على جوج كنديروا واحد 100 غرام ديال الشكلاط الاسود في حمام مريم بوحده واحد 100 غرام شكلاط في حمام مريم بوحده. حنا هزيناهم حنا خلطنا واحد نص الخليط بالشكلاط كحل وخلطنا الخليط الاخر بالشكلاط بيض. اذا داك الخليط اللي صايبنا ديال الحليب غبره مع السكر كلاصي مع الماء مع الزبده هذاك غادي نقسموه على زوج النص غنديروه بالشكلاط كحل والنص بالشكلاط بيض. بيض هي صافي حنا كنحركوا حتى تتنسجم هذيك مع الكحل والاخر مع البيض كنهزهم كنديرهم جوج بحال البرقان اللي عندهم داك الفويين هكاك باش يخوي لينا. اييه. صافي حنا هزيناهم جوج دقه وحده كنخويهم هكا في القرعه ديال الزاج. باش كيجيو منسجم كيجي خط بيض وخط كحل بحال هذوك اللي كيتباعوا في الاسواق. اييه. صافي حنا حطيناهم كنبداو نعطيوهم لوليداتنا كنحطوهم في الثلاجه حتى كيبرد مزيان صافي كنبداو نقدموهم كنعطيوهم لولاد بحال هكا في الفطور نعم ولا في الشيا ولا في الكوتي ولا فاش ما كان. واخا تبارك الله عليك عائشه نمشيو لاقتراح اخر. عندنا لالا فرماج الاحمر. عندنا دابا دخلت معكم الكوزينه اليوم. عندنا جوج باكيت حليب غبره. واخا. واحد الكاس ديال الزيت روميه. واحد الكاس تاع الماء. واخا. جوج اصفر بيض. جوج فرماجات مثلثين. شويه مليحه غير مليحه شويه. وعندنا لالا
واحد شويه الحامض، نجهد ربع كاس الحامض. واخا ربع كاس عصير الحامض. اييه صافي، حنا خلطنا الماء مع الزيت مع البيض مع الفرماج مع عصير الحامض، كلشي كنخلطوا في خلاط كهربائي. صافي حنا حيدناه، صافي كنحطوه في المجمد، كنديرو في شي بواطه ديال بلاستيك كتسد دوك اللي كيتسدو من جناب، كنحطوها حتى كتجمد راه كتولي فرماج صالح للدهن. واخا تبارك الله عليك، نعاود نعاودو نذكرو المستمعين بالمقادير اللي سمحتي عائشة. لا لا لا، عندنا جوج باكيات حليب غبرة. اييه. واحد كاس، واحد كاس ديال الزيت. هي الزيت الرومية، زيت الرومية. واحد كاس تاع الماء. اييه. جوج اصفر بيض. جوج فرماجات. مثلتين. مليحة. وربع كاس الحامض. واخا نعاودو الطريقة. انا الماء كنزيدو عليه داك الزيت وكنزعل الفرماج، كلشي شي على شي شي على شي فوق داك في الخلاط، وكنخلطو كلشي، كنخليو حليب غبره هو الاخر. صافي كنديرو حليب غبره وحنا كنخلطو، حنا كيتساجم العناصر مع بعضها، كنخويها شي بواطه كنسدوها من جنب وكنحطوها في الثلاجه، راه ملي كتبرد كتولي صالحه لاي حاجه، هي الدهنيه اللي عجبنا. ونعطيك واحد النصيحه على البيتزا. اييه. دابا الا درنا لاصوص طوماط من الفوق، نرشو شويه ديال الفرماج الاحمر، عاد نديرو دوك المقادير اللي عندنا بحال تبغي دير طون كفته وداكشي، باش كتجي معلكه مزيان بالفرماج، كتكون من التحت من فوق كيشد الفرماج مزيان. واخا تبارك الله. باش ملي كتخطي كدير دوك الخيوط. اييه. كدير كتجي زوينه. وعندي لالا الماطيشه سوريز. دابا حيت موجوده تبارك الله. كنشدها كنغسلها مزيان، كنديرو في الطنجره، كنطلعو فيها غير غليه. كتبان لينا شويه الماء بحال جات الكيسان تاع الماء، بحال غير البخار اللي كيسلقها. واخا وكتطلع ديك الكشكوشه، كتطلع ديك الرومه. كتطلع غير الكسكوشه اللي كثرتي الماء، كثرتي الماء كتطلع الكسكوشه اللي درتي ما كدرتيش الماء بزاف، باش غير كتطلع حيت هي راه ديجا غير طريه. طريه بزاف. كنحيدوها لالا من الماء، كنخلطها في خلاط كهربائي، كندوزها من الصفايه، كنخليو غير داك الزريعه ديالها مع الجلوف ديالها الفوق، كيهبط غير داك اللب ديالها. هذا كنستعملو بلاصه ناطشه الحق، احسن من هذاك كنشدو لالا عندنا دوك لي مول دو سيليكون دوك الحفيرات. كنعمرهم كلهم وكندخلهم كونجيلاتور حتى تجمد، وكنقلعو دوك بحال كتجي بحال شكل دوك اللي عنده الوريضات وداكشي، المهم كيما كانوا خير حفيرات عاديين، كنقلعوهم كنجمو في الميكات ديال الكونجيلاتور كنخشيهم. وقت ما بغينا نديرو سباكيتي بيتزا كنعزلو على حسب المقدار اللي بغينا، ثلاثة الكويرات ولا جوج ولا هذا، كنلحوهم في المقلة. وحنا زعما عندنا لاصوص طوماط جاهزه. واخا تبارك الله عليك. وعندنا الخبز الا شنا لاوي بغينا نديرو حتى بغينا نديرو قينا لاوي، نخوي عليه الماء بارد من الثلاجه، كترجع ليه الطراوه ديالو بحال جديد. اي تبارك الله عليك، هي بزاف ديال الخضره خيزو، حتى بالنسبه للخص الوريقات ديال الخص الا دبالو كنخوي عليهم الماء بارد من الثلاجه باش كنرجعو لهم الطراوه ديالهم. تبارك الله عليك. هذا البوطه اللي قالت لك السيده لا ما بغاش تخرج ليها، داك ليكيد ديال الماكينه الصابون، دابا داك ليكيد اللي كنغسلو به الحوايج في ماكينه الصابون. كنطلعو على البوطه كله وكندوزو هاد القديوش قلنا، وكنجيو غير ندوزو عليه بونجا، راه كيطلق كلشي داك كاع الوسخ اللي فيها كتحي كيحيد. واخا هذا السائل باش كنصبنو ديال ديال التصبيغ. اي ديال الصابون ديال الماكينه لافيا. واخا تبارك الله عليك عائشه، شكرا لك. الله يشفيك على واجب. شكرا لك عائشه. مبارك ان شاء الله يا رب. شكرا لك عائشه من مدينه الدار البيضاء، موعدنا معك ان شاء الله غادي يكون الاسبوع المقبل ان شاء الله يوم الاثنين، وحنا مازال تواصلنا معك غادي يكون طيله شهر ذو جنبير باش مباشرة عند عائشة متوجة الشهر من مدينة الدار البيضاء. أهلا وسهلا بك عائشة. أهلا وسهلا حفاف، كيف صبحتوا لاباس عليكم؟ الحمد لله عائشة، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله مبروك وأسبوع موفق بإذن الله. يا رب إن شاء الله للجميع. عائشة إلا سمحتي قبل ما غادي نمشيو للأفكار والاقتراحات اللي أنت موجودة لنا اليوم، أنا بغيتك تجاوبي على السؤال ديال مونيا من وجدة. مونيا كانت وصلت معنا وقالت هي سبق ليها وسمعت الاقتراح اللي كنت عطيتينا في البرنامج، ولكن للأسف جات حتى الأخر فما قبطاتش الاقتراح وما عرفاتش المكونات فيما يخص القشور ديال المطيشة. إلا كانوا عندنا بزاف اشنو نقدروا نديروا بهم؟ حنايا عندنا جمعنا واحد الكميه كبيره ديال القشور اللي كيكون عندنا في الكونجيلاتور، كنحيدهم الكونجيلاتور بالثلج ديالهم، حيت كنا غسلناهم قبل ما ندخلهم الكونجيلاتور. دابا كنهزو هذه كنلوحو في كوكوطا وكنسدو، حيت يا طلق الماء حيت هذاك الثلج كيطلق الماء، كنسدو خمسه دقائق. واخا خمسه دقائق ما نفوتوهاش، اي نسدو على خمسه دقائق نحلوها وناخذوا ذاك الخلاط الكهربائي. اييه. كنخلطوا كنطحنوها مزيان حتى كنحسوا بها طحنات مزيان، ماشي قسم ولا حنا كنطحنوا فيها. واخا. صافي حنا كنهزوها من طحن من الخلاط، كنخويها في شي شبكه. واخا. راه كيهبط غير اللب كيبقاو ذوك الجليدات. صافي راه كيهبط ليا، صافي هذاك كنحطوا كنعاودوا نغطوا في الميكات،
اولا فيها اللي بغينا ديك الساعه، وكان الا بغينا نسموه من ديك الساعه نسموه، حيت كاين اللي كنسموه باليازي نسموه بالزعتر، حيت كلها حيت دابا بغينا نديرو السباكيتي كنديرو داك ديال السباكيتي، ولا بغينا باش كنعرفوهم كنديرو حتى كيلاصق على ديك ديال البيتزا بالنسبه بكلشي داكشي ديال البيتزا كنجبدوها كنلوحوها في البيتزا. واخا اذا من بعد كيف ما قلتي ملي كنديروها في الكوكوط وكنسدو عليها المده ديال 5 ديال الدقائق، من بعد كنحلوا عليها الكوكوط كندوزوها في الخلاط الكهربائي وكنديروها في واحد الشبيكه باش كنعزلوا ديك القشره كنحيدوها بوحديتها، وكيبقى عندنا غير داك اللب ديال القشره ديال المطيشه، وديك الساعه عندنا الاختيار نقدروا نسموها باي حاجه كيف ما قلتي، بحال مثلا زعيطره بحال ازير مثلا او اوراق سيدنا موسى، ديك الساعه كيبقى كامل الاختيار والحريه لكل واحد على حسب المذاق اللي هو كيفضل. حنا غادي نرجعوا عندك دائما متواجد شارع عائشه من مدينه الدار البيضاء، غادي نتوقفوا اللحظه مع اذان صلاه الظهر، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الاجر والثواب. ولقائنا مازال متواصل مستمر معكم الاوفياء في برنامجكم سيداتي سادتي، ولقائنا هذه المره مع متواجد الشهر من مدينه الدار البيضاء واللي هي عائشه. عائشه غادي نمشيو للاقتراحات اللي انت وجدتينا اليوم، نبداو باول اقتراح. عندنا ان شاء الله كان الخاميه ديال الحمام. اييه كنغسلو ملي كندوزو كنغسلو في الحمام ديال البلاستيك. اييه كنكون مدلين ديك الخاميه كتجي تطلع مع داك البخار وداك الشيء بزاف ديال الحمام سخون كتجمع ديك البكتيريا. الو كنسمعوك عائشه. ساعه ساعه ندوزها من الماء والملحه، ملي غسلتها جينا ندوزها من الماء والملحه كتقتل لها ديك البكتيريا اللي كتكون فيها. واخا اذا بالنسبه للريدو ديال الحمام ديال الدوش عاده كيكون ديال البلاستيك، فكيف ما قلتي الطريقه ديال التنظيف ديالو انه مره كنغسلوه بالماء مع الملحه، منها كنعقموا داك الريدو ومنها كاع الطبايع اللي كتكون ما كتبقاش فيه نهائيا. ما كتبقاش وياه داكشي هي كاين النظافه كيتنظف. واخا اذا الماء مع الملحه، شنو هو ثاني اقتراح؟ عندنا الخرشوف والقوق. دابا حيت بزاف العيال كينقلوا الكرشوف كيديروا الحامض وما كيبقى كحل. دابا من الاحسن ملي نغسلو كناخذوا داك الماء فاش غادي نغسلو داك الخرشوف مع داك القوق كنديروا فيه معلقه حتى لجوج معلقه ديال الشعير، دقيق الشعير ماشي الشعير داك الكرشوف. دقيق ديال الشعير. عرفتي راه كيرجعوا بيض كيبقى شقاد البيضه ديالو على الخرشوف ولا القوق. تبارك الله عليك، اذا ملعقه ديال الدقيق ديال الشعير كنضيفوها في داك الماء اللي غادي نغسلوا فيه الخرشف مع القوق باش كيبقى محافظ على ديك البيوضه ديالو ما كيكحلش. ما كيكحل ما كيطلي حتى كيبقى هو هو. واخا. وعندنا الا بغينا نضيفوا دوك بحال دابا عندنا دوك بحال وريدات البلاستيك في الدار. اييه. دابا قد بغيت نضيفهم كيتنتفوا كيخسروا. ما كيبقاوش قابطين داك لافور ديالهم. كنقلط واحد الطاوة ديال الماء كنديرها فوق البوطة وكنبداو ندليوهم غير على داك البخار. داك البخار كيدخل معاهم وكيبداو يقطروا بداك البخار كيحيدوا كاع داك الوسخ اللي فيهم، تيقول زعما قابطين ديك الغبرة ولا هذا. واخا. داك غير داك غير ماء البخار كيغسلهم. تبارك الله عليك، شنو هو رابع اقتراح؟ وعندنا دابا الكرسي ديال المرحاض ديال التواليت دابا باش كنطفوه حتى هو. عندنا معلقة ديال كبيرة ديال البيكربونات الصوديوم. واخا. ومعلقة كبيرة ديال عصير الحامض. وكاس كبير ديال الماء. واحد الحامضة معصرة. وإلا عندنا شوية زيت الخزامة أو أي نسمة بغينا نديرو أي قطرات. إلا عندنا شي حاجة ديال الخزامة ولا اللي بغينا، صافي كنضفو به الكرسي مزيان، راه كيتنضف كيحيد كاع داك الشوائب كثاني. كيطفل مزيان وصافي كيولي تايل المعتي. اذا الكرسي ديال الحمام غادي نحضروا واحد الخريطه عائشه اللي فيه ملعقه كبيره ديال بيكربونات الصوديوم، ملعقه كبيره من عصير الحامض، كاس كبير ديال الماء، وديك الساعه كنديروا اي زيت اساسي الرائحه اللي كنبغيو، اما زيت الخزامه ولا زيت الورد ولا الياسمين. ديك الساعه راه كيرجع الكرسي كيشعل. واخا. وعندنا دابا تبارك الله دابا العيد كيديروا بزاف داك هذا الخبز المحمص اللي كان شاطير، من الاحسن ما نديروش محمص، بحيث الا درتي محمص ودوزتي فيه داك الشيء ان فوا كتخلي الزيت حتى يتحرق. واخا. حنا غنجمعوا البابا اللي كيقولها شي كيقولها البضعه شي كيقولها البابا. هي البابا ديال الخبز. كنجمعوه حنا كنلي عندنا البابا كنجمع كنديرها في كونجيلاتور. صافي حتى كتجمع علينا كونتين مقسمه بغينا نقليو شي حاجه فيها الشابلوف كنجبدوا ديك البضعه كندوزوها ديريكتومون في الخلاط. واخا. تفرست لينا صافي كندوزو من هذاك كندوزو من هذاك الشيء اللي بغينا الحماس اللي كان نحطو في المقله يلاه مع الطيب يلا تيعطي واحد اللون ذهبي في ديك البابا ما كتحرقش. اييه. يجي منظر مزيان ما كاينش ديك الشابلو محروقه. بالفعل ماشي بحال الخبز الاخر حيت كيكون محمر من قبل. اي ملي كديري كيتحرق. كيتحرق اييه. ملي فوق كتوصلي الزيت راه كيتحرق هو الاول. واخا. اييه عندنا لالا الفران ديال الطوله بغينا نتاو نغسلوه ناخذوا الخل البيض واحد الخمرة الحلوة.
نخل ابيض مع خميره ديال الحليب. صافي كندير واحد البونجا وكندوزو عليه مزيان من الداخل ومن برا، راه نسيتي تنضف مزيان بالخل والخميره. واخا. عرفتي وكيجي مزيان زعما كتنضفيه كتعاودي بزيت نقي هكايا وصافي كتستعملي فيه اي حاجه. واخا. كيجي مزيان هذا الشيء اللي كاين. بغيتي نزيدكم شي حاجه ولا؟ تبارك الله عليك، يلا نختموا باخر اقتراحه عائشه. ان شاء الله. دابا العيالات بزاف تاهما كيما قلتي ديك كتخسر ليهم ديك البيشاميل. هي صوص بيشاميل. اي يسبقوا الزبايل ولا الطحين ما كيجيو فين كنحركوا حتى كتحرق لهم الطحين مع ذاك الزبده. الطريقه الصحيه المزيانه هي كديري الحليب داك الكونتيتي الحليب اللي بغيتي كتلوحي فيه واحد الطرف ديال الزبده. واخا. اي كتبدا الزبده كتذوب كتبان لك كتذوب كتلوحي ذوك المعلقه ديال جوج معلقات ديال الفرف مع شويه الملح وشويه البزر وكتحكي لهم واحد شويه الكوزه. ايوه. كتبقاي تحركي غير كتحركي شويه كيفيد الحليب صافي انت حيديها. واخا. انت عندك البيشاميل الموجوده. اذا ذاك الطريف ديال الزبده كنديروه مع الحليب. مع الحليب. ايوه. هي كيبان لك الحليب ذاك الزبده بدات كتذوب. كتلوحي دوك جوج معلقه ديال الطحين مع كي تكون الزبده ديجا ذايبه دغيا دوك الطحين كيغلب دغيا كيذوب حتى هويا. واخا. تحركي مزيان كتلوحي فيه مليحه والبزار والكوزه اللي بغيتي ديري صافي هانتي عندك البيشاميل. واخا تبارك الله عليك عائشه وشكرا لك على كل الاقتراحات اللي دائما كتفيدينا بها بطبيعه الحال. موعدنا معك ان شاء الله عائشه غادي يكون الاثنين المقبل. شكرا لك. ان شاء الله نهار مبروك باذن الله تعالى. علينا وعليك ان شاء الله. شكرا لك عائشه. مدينة الدار البيضاء متوجة الشهروي معنا على الخط. أهلا بك عائشة. أهلا صباح الظهر. أهلا وسهلا. نهاركم مبروك عائشة. الله يبارك فيك. نهاركم تنتم مبروك وأسبوع موفق بإذن الله. يا رب إن شاء الله. تحية لك وتحية سامحة وتحية الوفاء. مرحبا بك عائشة. الراديو كله. شكرا لك. الله يبارك فيك وتنشكر بزاف عيط لي عيطوا لي على ديك البيشاميل. اييه على الصوص ديال البيشاميل. أيه. طريقه سهله وشكرا بزاف. مرحبا عائشه قولي شنو وجدتينا اليوم ان شاء الله من افكار اقتراحات. رحيم شي حاجه ديال الكوزينه ثاني ان شاء الله الا خسرت هي دابا حيت حنا كاين شي عيال كيصايبوا الكيكه. اييه. وكتلصق لهم في المول. كتلصق ملي كيقلبوا المول وكيكون جاي شي حد ومزروبين من الاحسن كناخذ واحد بحال جهد نسيت الحليب. اييه. كنديروا في واحد الفلم كنديروا فوق البوطه حتى يغلى. احنا حطيناه كنكون غسلنا داك المول اللي حيدنا منه الكيكه. اييه. صافي وكنخوي داك الفلون اللي صايبنا نخليه غير يبدا يدفى ماشي تيبرد غير يدفى كنحطو فيه ديك الكيكه على ديك الجهه اللي خاسره اللي مقشره بالتحس. صافي كندخلو الثلاجه حتى يبرد تنحسو بداك الفلون جمد وكنقلبو احنا ولات عندنا كيك طارت كلاصي ولا هذا المهم هذا ما كطيحش. اييه وداك العيب كنكونو درقناه في الكيك ما كيبقاش باين. اييه كنضربو بداك الفلون كيجي بدا بحال ملي كتقطعيه كتجي بحال تحت كلاصي. اييه تبارك الله عليك. شنو هو الاقتراح؟ عندنا لالا الحوته الكبيره اللي كنبقاو نقشرو فيها كيطير لنا داك القشر ديالها. كنحاولو نديرها في بلاستيكه وكنبداو ناخذو شي بروسه ديال الشعر تكون قاصحه وتكون نخصوها للحوت. اييه. صافي كندخلو يدينا كنديرو داك البروسه لداخل في الميكا دغيا كنقشرها كنبدا نحكو فيها دغيا دغيا بلابوس. كيبقى هذاك الشيء كنهزوها كنخليو ذوك الصديفات لداخل البلاستيكه. اذا تبارك الله عليك. اذا شي مشطه اللي نشروها تكون جديده ومن الاحسن كنظن عائشه الا خدينا ديك المشطه اللي كتكون طويله كيكونوا عندها السنينات. اييه فاحنا كيف ما قلتي بطبيعه الحال كتساعدنا بزاف لانه نزورو ذوك القشور ديال الحوت وكنديروا واحد البلاستيكه باش كذلك كنحيو مثلا الكوزينه ماشي الحيوط والحوايج ديالنا وكل شيء كيعمر. هذاك الشيء. وعندي واحد النصيحه دابا الا دابا هاد الحوت هذا القشور الحوت اللي كيسيطوا لنا ذاك الشوائب كلها ديال الحوت. اييه. دابا كيكونوا موالي النفايات كيكون عندهم اضراب يومين ثلاث ايام ما كيدوزوش. كنشد ديك النفايات كنغسلهم مزيان وكنديرهم في البلاستيكه ولا في الكونجيلاتور. اون فوا كنسمعوا هذاك مول النفايات خاص كنخرجوها. ما تبقاش ريحه عندنا في الزنقه ولا في الدار. وهو مول النظافه حنا مالين النفايات عائشه. والله حنا مول النفايات. حنا مالينها. حنا مالين النفايات لانه هو عامل النظافه هو كينظف. تبارك الله عليه تيهجم علينا النفايات ديالنا. بالفعل حنا مالينها. هذاك الشيء اللي كاين. واخا نمشيو ولا عندنا شي حوايج بيضين. اييه. زعما ما بقاوش كيخرجوا ولا عندهم واحد اللون بشكل بحال باهت. اييه هذا ثالث اقتراح عائشه. ثالث اقتراح. اييه الحوايج البيضين. هذاك كنديروا الماء غليان في شي بانيو وكنديروا فيه طرف الحامض وكنحطوا ذوك الحوايج حتى كيبرد عليهم ذاك الماء راه كنهزهم وكنعاودو نغسلهم دغيا كيوليو كيرجعوا البيض ديالهم الاولاني انا جربتها. واخا. كيجيو كيولي غزلان زعما كيولي بحال يلاه درتيهم بحال يلاه شريتيهم. كيكونوا بحال الجداد. اييه. وعندنا ثاني ذوك القراشل كنصيب القراشل ديال ذوك شي كيقولوا مقريصات شي كيقولوا مقريصات. اييه اللي هما كيكون الوجه ديالهم بالجنجلان. اييه. كيكونوا صافي داروا عندنا.
كيبقاو عندنا بزاف كيولوا كيقصاحوا ما تيبقاوش في الطراوه ديالهم. الثوم كنقطعوه بحال شكل فقاس. واخا. اللي عنده طوستياره كيخشي جوج ولا ثلاثه في الطوستي في الصباح يفطر بهم. إيه؟ اللي عنده كيوليو بحال الباكري، واللي عنده المقيله راه كيسخنوا في المقله ويحطهم، والله كي زعما ما كيضيعوش كيمشيو مزيان حتى هذاك. طبيعه الحلوه حيت المذاق ديالهم كيبقى مزيان حيت فيهم الجنجلان وفيهم حبه حلاوه ولا النافع. إيه؟ فكيبقى المذاق ديالهم زوين. تبارك الله عليك عائشه، هذا اقتراح نمشيو عندنا الماكينه اللي بقينا بغينا نخليو الماكينه ديال الصابون القديمه ان شاء الله عندها تبقى ما فيهاش كل بقيت الكحلين داك الشيء كيكون في أيه؟ تكون زعما غير ملي نكملوا الصابون نحيدوا الصابون ندخلوا واحد الفوطه، اما فوطه كبيره اولا شي توب ولا كنحطوا كنشعلوا الماكينه بلا الاقتراحات ديالها. مرحبا بك عائشه. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. نواصلوا الافكار والاقتراحات ديالك عائشه. واخا واخا ان شاء الله. واخا كنا عطيتينا خمسه ديال الاقتراحات، غادي نمشيو هذه المره الاقتراح السادس. هي ان شاء الله عندنا الخواميد وكل فيهم العقيق. واخا الخواميد فيهم العقيق الا بغينا نصبنوهم. اما تنديرهم على انا شخصيا نديرهم شي خنيشات ديال بحال الشبكه. واخا كنخشيفهم هذوك الخوامي وكنديرهم في الماشينه لافي كيدورو ما كي العكيك كيبقى في بلاصتو وكلشي كيبقى هو ما كيطرى ليه والو. تبارك الله. واللي ما عندناش هذا عندنا شي مخده تكون قديمه غير تكون منفسه شويه ماشي دوك اللي من بغلاط. كنخشيو فيها هذو كنسدو في السلسله وكنخشيو في الماكينه كيما حتى كدور زعما كيبقاو دوك العكيكات كيبقاو في محلهم كيبقى هو هو. تبارك الله اللي كيدير بالنسبه للريدويات ولا الخوامي اللي كيكونوا مخدومين اما بالعقيق او حتى بالتكرير، حتى اللي كيكونوا مخدومين بالتكرير كيبقى داك الشيء ديالهم. واخا اذا كناخذوا غشه ديال الخديه من الاحسن يكون غير داك الرقيق، الغشه ديال الخديه الرقيق كنديروا فيه الخوامي وكنخليهم كيتصبنوا في الماكينه ديال التصبين فكيبقى العقيق في بلاصتو ما كيزوش حتى التكرير كنحافظوا عليه. تبارك الله عليك. واخا الله يبارك فيك. عندي واحد الاقتراح واحد داك كنت هكا كنت سمعته عند واحد السيده صاحبتي تا هو غدرته زعما تبارك الله مزيان. شنو هو؟ انا الصابون داك الصابون البلدي الخضر. الصابون البلدي الخضر اييه داك الصابون البلدي الخضر كنديروه على لف 5 لتر تاع الماء. 5 لتر ديال الماء تاع الماء طايبه ديال الماء طايب اييه. حنا كنديرو فيه هذا كنديرو فيه داك كنسدو عليه كيولي لينا بحال درنا داك السائل اللي كنغسلو به دابا الاواني الخضر. اييه كيبقى هذاك كيبقى عندنا كثير حنا اقتصاد زعما كيبقى وبثمن ماشي غالي وتيبقى عندنا مده طويله ديك الخمس لتر كنبقاو نغسلو بها الاواني والاواني اللي كنغسلو بها هذا كيخرجوا كيشعلوا الا جربنا غير في الكيسان تيولوا كيشعلوا. واخا اسمحي لي عائشه بالنسبه لخمس لتر ديال الماء طيب شحال تقريبا الصابون البلدي الخضر الكميه اللي استعملتي؟ رابعه. واخا رابعه خمس لتر ديال الماء. اييه كنديرو كنخوي على الماء طيب كنسدو ديك البوديزه اللي عندنا ديال الماء وكنخليو حتى كيطلق فيها كامل وكنبداو نستعملو راه كيعطي واحد الرغوه وكيعطي واحد الاناق الرونق لدوك الكويسات كيولو كيشعلو الا غسلتي بهم كيسان. واخا ناخدو اخر اقتراح عائشه منك اليوم. اييه شنو هو اخر اقتراح؟ نعاود البيشاميل. واخا الا سمحتي هو كان طلب من عند الزهره من مدينه الدار البيضاء بغات الاقتراح اللي عطيتي لنا الاسبوع الماضي اللي هو خاص بصوص او صلصه البيشاميل. ان شاء الله هذا سهل ان شاء الله. كناخذوا نسيترو تحليب. نسيترو ديال نديرو فوق البوطه. اييه. كنلوحو ناخذوا عليه واحد المعلقه ديال الزبده. الزبده تبان لينا الزبده زاد كتطلق كتذوب. كنهزو دوك جوج معالق ديال الدقيق. كنخوف ذاك كنخوف ذاك الحليب. وكنا ندخل عليه شويه الملح وشويه البزار وكنحكوا عليه شويه الكوزه وكنبقاو نحركوا بداك بالفوعي ولا الطراغي ولا المعلقه ولا المعلقه الخشبيه. ولا الطراب ديال اليد حتى الطراب ديال اليد كي يعني كيفيدنا بزاف. صافي فوا كتحركي صافي هي البيشاميل كتفيد فيها الحليب وهي موجوده ما فيها لا تعب لا والو ماشي بحال ديك اللي كديري الزبده وكديري الدقيق كتبقاي تحركي وتبقاي تسناي بالفعل وكهي موجوده البيشاميل ديك الساعه اللي بغي نسمى بشي حاجه راه كينسمها. واخا اذا السيترو ديال الحليب مع معلقه ديال الزبده وكتسني ديك الزبده حتى كتبدا كتذوب في الحليب ديك الساعه كتضيفي زوج ديال المعالق كبار ديال دقيق الفورس وكتنسميها بالملح والابزار وكتحكي عليها شويه ديال الكوزه وانت كتحركي. وانا نصيحتي لكل السيدات انا الطريقه المجربه اللي كندير دائما كنحركها بالطراب ديال اليد فالطراب ديال اليد احسن من المعلقه بزاف كيساعدك على انه ذاك الدقيق ما كيوليش على شكل كويرات فكتساعد بزاف. تبارك الله عليك عائشه. وكنحطوها ان شاء الله وكنديروا بها داك الشيء اللي بغينا ديك الساعه. شكرا لك عائشه ونتمنى لك وجه الشهر علينا وعليك ان شاء الله. عائشه موعدنا معك ان شاء الله غادي يكون الاسبوع المقبل يوم الاثنين ان شاء الله باش تفيدينا مازال بافكارك واقتراحاتك. وسهلا بك عائشه. اهلا العفاف. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وسهلا بك عائشه. سنه سعيده ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال. يا رب ان شاء الله للجميع. ان شاء الله تكون سنه السنه اللي دازت. يا رب ان شاء الله. شكرا لك عائشه. نبداو ان شاء الله بالاقتراحات والافكار اللي وجدتينا اليوم. عندي واحد الاقتراح دابا في هذه الوقيته ديال الحلو. الناس تيديروا الحلو في العيد عندنا نعاودوا الاقتراح اللي تعطيتوها نعاودوا دابا حلوه اذا حرقات لينا من تحت.
اييه واحد العيالات بزاف كيديروا حلوه كثيره دابا كينساو الطواف في الفراد يخرجوها ويحك يحكوا لها داك التحت ديالها الحكاكه رقيقه تتحيد الحرق ويدوزوها شويه من الحليب غبره يعاودوا ردوها في الطاو ويدخلوها في الفران. واخا اذا الحليب غبره ما كتبقاش فيها داك العيب. واخا ان شاء الله. وعندنا بالنسبه لواحد الاقتراح عطيتيه بلاح ديال لي فاباجور وداك الشيء اللي كيكونوا فيهم بليسي وداك الشيء حنا عندنا واحد عندي اقتراح بحال هذاك الشكل عندنا بحال هذه مكنسه الكهربائيه لاسبيغاتور هي لاسبيغاتور هي كنشدوا هذاك المكنسه كنحيدوها كنخليوها. نعم عائشه للاسف انقطع كنظل الاتصال مع عائشه من مدينه الدار البيضاء فاحنا ان شاء الله غادي نرجعوا ونربطوا الاتصال البيضاء وان شاء الله باش كملينا الافكار والاقتراحات ديالها. انا لا باش نلمعوا العواد ديال المضارب ديالنا وديال النوانس وكل شيء. الخشب اييه. تناخذوا نص كاس ديال الحمض المعصور. نص كاس ديال الحمض. القرعه ديال اللي عندها البخاخ ذاك اللي كت. رشاش اييه. تناخذوا معك زيت زيتون. وكاس زيت كتحرك لينا. نخلي واحد شويه تنرشو على العود وكدوزو بشي منشافه هكا تيعطي واحد اللمعان زوين. واخا كناخدو قرعه اللي كتكون على شكل رشاش ولا بخاخ كيف ما قلتي عائشه كنديرو فيها نص كاس من عصير الحامض وكاس ديال الزيت البلديه. هي وكنحركوها مزيان حتى كتحرك لينا وكنخليوها هكا واحد شويه كناخدو داك البخاخ تنرشو هكاك على دوك السدادر د العود كندوزو بواحد الزيت ناشف. الزيت ناشف هكا كيعطي واحد اللمعان هي تما في دوك بلاكارات ولا البيبان ديال الخشب ولا اي حاجه. وعندنا لالا الا بغينا نضفوا المصلوح ديالنا اولا البلانشا شي كيقول لي مصلوح شي كيقول لي بلانشا ديال الصليح. اييه كناخذوا لالا كنحكوا على الشمع مزيان حتى كنحكوه مزيان كناخذوا داك الجيكس الرقيق اللي كاين دابا الجيكس ما يكون ناشف ماشي ما يكونش فاسد. لا الجيكس ناشف كنحكوا عليه المصلوح مزيان حتى كيتحك كتولي المصلوح كيعطي واحد اللمعان زوين وكتقدري تصلحي ما يقبط لك ما يقبطش لك الحوايج. واخا اذا بالنسبه للحديده ديال ديك البلانشا ولا المصلوح كيف ما قلتي باش كنظفوها كنحكوا عليها الشمع في الاول مزيان ومن بعد كناخذوا واحد الطرف ديال الجيكس اللي كيكون رقيق يكون ناشف بلا ما كنفزقوه لا بما لا حتى شي حاجه. ايوه وكنحكوا باش كنحيدوا داك الشمع وكنرجعوا نقاو المصلوح من جديد. تبارك الله عليك عائشه. الله يبارك فيك لالا. وبالنسبه لهذوك لافابوات دوك كاع اي حاجه فيها اينوكس. ايوه لا البرقان ولا دوك لافابوات ديالنا دوك الزابز ولا اي حاجه كناخذوا داك الكريم ديال الحلاقه ديال لاموس لاموس ديال غازاج ديال غازاج كريم ديال الحلاقه تنخويه غير على ديك كنحكوه بواحد زويف وراه كيعطي واحد اللمعان داك الشيء تا هو الاينوكس ولا اي حاجه ديال داك الشويريجه ديال الاينوكس ولا كل شيء كيعطيه كيعطي واحد اللمعان زوين. وحتى بالنسبه للدفف دوك اللي ديزاكرات اللي كيكونوا كيعطيو كتبقاي تجري كتسمعي كيعطي الصوت تا هو كتدخلي فيهم شويه بواحد شويه القطن فزاد تحلي الباب بسهوله. واخا تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه. وعندنا لالا الا بغينا نحيدوا الرائحه من الثلاجه دابا ريحه الماكله كثيره كتكون الثلاجه كتكون مخلطه القدوره الثلاجه كنكونوا مخلطين واحد شويه الحمض. الو نعم كنسمعوك عائشه. كناخذوا واحد الخماره اي خماره واحد شويه كناخذوا بيكربونات الصوديوم والخماره وكنخلطهم بشويه الحمض. واخا صافي تندوزو مورا الثلاجه بواحد زويف هو كيمص كيمتو في دوك الروائح اللي في الثلاجه وتيعطي واحد الريحه ما كيخليش الريحه تكون كاع في الثلاجه ديال شي حاجه خايبه. واخا اذا خلطتي الخماره ديال الحلوى مع المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم ومع العصير ديال الحامض. ايه واخا باش ما كتبقاش الريحه في الثلاجه. ايه وإلا بقات لنا رائحه بحال دابا كنقليو الحوت ولا شي حاجه كتبقى واحد الريحه في الكوزينه. كنقلطو قشره الليمون وقشره التفاحه وشي قشره الحامض واحد العود القرفه. واخا تنديرو في الكاسرولة فوق العافية وما حدهم كيطلق داك البخار والرائحة كتحيد كتحيد من الكوزينة. واخا نقدرو نكتفيو غير بالحامضة ولا ما عندناش هاد الشيء الآخر غير الحامضة وعود القرفة راه كيحيدو الروائح. واخا معنا اس ام اس من عند زهرة من مدينة الدار البيضاء عائشة كتقول لك شكرا على الأفكار والاقتراحات ديالك وأنا كنتسنى كل اثنين. فهي كتسولك كتقول لك عافاك عائشة كنت عطيتي واحد الاقتراح ديال الغمولية اللي كانت في بلاكار شحال هذه وأنا ما بقيتش عاقلة عليه إلا كان ممكن وكنتي مازال عاقلة عليه عطيهنينا. الغمولية في البلاكارات لداخل. نعطيها إن شاء الله. حنا كنديروا إما طباشير داك اللي باش نكتبوا اي طباشير بيض اي طباشير كاين في كاع الغموليه ديال البلاكارات. واخا ولا شي شويه اما هذاك واما حتى الخزامه ولا الخزامه كنديرها في شي بحال هكا شي زويف يكون متقد بحال داك زيت حياتي اولا فاصمه ولا هذا كندير واحد الكموسه وكنحطوها في البلاكار. واخا كتحيد الغموليه بزاف. واخا وعندنا اللي عنده الوليدات الصغار وعنده سراق الزيت وكيخاف على داك الشيء اللي كيتسمن مسموم بحال دوك المبيدات وكذا
كناخذوا لالا بيكربونات صوديوم. بيكربونات صوديوم. كنخلطوا مع سكر كلاصي. مع السكر كلاصي. كنحطوا في الطبيصلة تحت البلايص اللي نقدروا يدخلوا لنا سرق زيت منه. فملي قال لك سرق زيت كياخذ هذا أنا حيت جربته هذا واحد المرة كان عندنا في كلاص السلطة. كنت ياخذوا قال لك بيكربونات صوديوم ما تيستحملوش سرق زيت تيموت. واخا ما خلطتيه لا معاه ما لا حتى شي حاجه كيبقى هكاك علاش كي البودر كيبقى هكاك مسحوق مسحوق هكاك ملي كيدوز ليه سرق زيت يعجبو السكر غير كياكلو كيموت تبارك الله عليك اذا المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم مع السكر الثقيل مع السكر بلاصي حيت كاين الوليدات دابا كيخافوا عليهم الناس يبقاو يمسوا شي حاجه ولا واخا عندنا لالا الا بغينا نحتفظوا على الخضار مده طويله البنان وداك الشيء والخضر اي اي خضره كنلفوها بعدا في الجورنال وكان داك الجورنال كنعاودوا عليه داك الفيلم اليمونتير هذاك الفيلم داك الميكا اللي كتلبس على الحاجه اييه صافي كنحطوه كيبقى مده طويله تبارك الله عليك عائشه كيصبر نعم تبارك الله عليك عائشه نكتفيو بهاد الافكار والاقتراحات وشكرا لك على مدى شهر فتينا بافكارك وبالاقتراحات ديالك فالف شكر لك عائشه من مدينه الدار البيضاء ومن اليوم ان شاء الله غتكون